السلام عليكم، شلونكم؟ عيني ان شاء الله بخير. انا حبيت اليوم اسوي لكم فيديو على النباتات اللي حاطتها هنا بالصالة على هاي الطاولة، لان كم مرة اخذ لهم صورة وبعض الاصدقاء والصديقات يسألون على انواع الزرع اللي موجود على هاي الطاولة. فخلينا نبلش بانواع الزرع اللي موجود عندي هنا. هاي رجل الوزة او رجل البطة لهذا النوع، انا حاطة نوعين، ثلاث أنواع تقريبا، يا ثلاث أنواع. هذا اللون الأخضر وهذا اللون الباهت، وهاي والنبتة الرابعة حاطتها لبلابة. أنا أحب السندالة تكون كثيفة، هذا المسند إلها تقدر ترفع، يعني أي كثير زرع يقدر يرفع عليها، فلهذا حطيت أكثر من نوع بيها. وعندي هاي جلد النمر أو لسان حماتي، عندي هاي، وأيضا عندي سندانة كبيرة بغير مكان حاطتها. عندي هاي نوع من الأبصال، ورد الجلادليوس، أنا زرعت من عندهم بالأرض وبسنادين، وحطيت هاي بالمي، انتظر الزهرة تطلع مالتها. شوفوها صار يعني طولها أكثر من نص متر تقريبا، راح تصير متر طولها. حاطتهم لأن أحد الأصدقاء سأل، يعني افتكرها شو وندر، هي تصير بالضبط الحبة مالتها. شوفوا نفس الراس مال الثوم، أيضا هم مفصص، يعني هاي بيها قطعتين طلعت، هاي ذولا على قطعة قطعة، سبحان الله طلعت قطعتين بنفس الحبة. وعندي أيضا هنا اللبلاب، هذول مجدرتهم، انتظر شوية الجو يدفى وبعدين انزلهم بالتراب، يعني بالتربة. هذا اللبلاب، هذا تجذير جديد اللون الليموني، بعدها ما طلع جذور حضرتها، انتظرها يعني تجذر حتى ازرعها، وشوية يرد الجو يدفى، لان هذا الاسبوع والاسبوع القادم ان شاء الله برد كثير، فما اقدر ازرعهم، يعني خاصة هم يعني الجذور مالتهم جديدة، فشوية صعب يصير ينزرع. بس إذا جذوره اعتيادية طبيعي ممكن واحد يقدر ينقلها، يحول سندانة أو شيء ممكن، بس إذا جذور جديدة صغيرة بعدها لا، ما يعني ما شجع بصراحة، يعني واحد يزرع بهذا الوقت. وطبعا هاي اللي الجلادليوس تصير بالمي، ممكن على هالطريقة اللي أنا حاطتهم بالدورة، وهاي قطع زجاج موجودة هنا كل الألوان، فأني حبيت الأحمر والأبيض باعتبار هي الفص أحمر مارون، فحطيت أحمر وأبيض حتى تتناسق معاه. أو عندي هاي نوع من العصاريات، طلعت وحدة من عندها، هاي أنا حطيتها، هي ما يعني ما تحتاج مي كثير، يعني تقريبا كل اسبوعين احط لها مره. انا طلعت من عندها هاي الخلفه، هي تطلع بالخلفات، هنا اكو خلفتين شوفوها موجوده، هاي وحده والثانيه هنا، بس يعني ما اقدر ارفع الورقه، يعني بسرعه تنكسر، انتظر هالخلفه تكبر يعني بتطلع من جنب حتى اقدر اني اسويها، اعزلها بغير سندانه. وهاي ابن الارنب، ايضا صبير، وهاي عندي اناناسه هنا مجذرتها تقريبا باديه تطلع الجذور، وهاي ايضا الببروميا، هن اثنيناتهم هاي النبته الببروميا، يعني اثنيناتهم من فصيله الببروميا ومن العصاريات اللي تتحمل العطش وتتحمل شمس تقريبا متوسطة، يعني ما تحب الجو البارد. وإن شاء الله أنزلكم فيديو على طريقة التكاثر مالتهم، هاي يا أما يسموها الشمشار أو ببرومية، وهاي عصا فلفل الصلاة أو البنانز بالإنجليزي. وعندي هاي رجل الوزة اللي أنا قبل كم يوم نزلت فيديو عليها، ايضا حطيت
نوعين، هاي النوع اللي يكون لونه احنا نسميه ثلجي، ما اعرف اني اسميه ثلجي، ما اعرف انتو شنو تسمونه. شوية كانت تعبانة لان اني زرعتهم كانت برا خارج البيت، فلهذا حولتها بسندانة، خليتها هنا بالداخل لحد ما تروح فترة البرد واقدر اطلعها خارج البيت، وايضا لان هي زرعة جديدة اخليهم داخل البيت. وهاي ايضا عصا موسى، مو سوري، جلد النمر. هاي ان شاء الله راح قسم ازرع بيه، ازرعهم بالتربة وقسم لا اخليهم بالمي، واشوف ايش قد الفترة اللي هي مثلا يعني ياهو الاسرع، اللي بالمي تطلع يعني شتلات جديدة ولا اللي بالتربة. وان شاء الله اسوي الفيديو واحسب لكم الوقت واخبركم بيه. وهاي نباتاتي اللي موجودة على الطاولة، شوفوهم ما شاء الله، الشمس عليهم يعني واحد يحط الفطور وهنا يعني أمامه هذا المنظر، ما شاء الله يعني منظر يشرح الصدر. وهاي إذا عجبكم الفيديو سووا لي لايك وشير وسبسكرايب، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وأي تعليق أو أي سؤال أني حاضرة كتبوا لي إياه بالكومنت بالتعليقات، وإن شاء الله أجاوبكم عليه. إن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم.